انا رجعت بكم للستينات، ما بين الستينات والسبعينات، باش نحكيو على الكافي شانطه. الكافي شانطه اللي كان فينومين في خاصه في شهر رمضان قبل في تونس، في باب السويقه في الحلفاوين، ومن اشهر القاعات معناتها لي سال اللي كان فيهم تصير الحفله هذيه، معناتها كيما المهرجان هي صاله الفتح اللي توا نجلوندرا. فوالا صالة الفتح اللي توا نقدموا التحية للفنان والممثل الكبير جمال العروي اللي قاعد يحاول يحييها ويحيي الكافي شانطة، برغم اللي الوزارة مش قاعدة تعطي في دعم كما يلزم، هو قاعد معناتها يحيي فيها. وديجا اتصلت به وقال لي بقدرة ربي الكافي شانطة معناتها للتوانسة باش تبدا محلولة في الكنزان الثانية إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي يا جمال. والله العظيم الكافي شانطة موروث فني واجتماعي تاريخ كبير برشا. كبير وانا صغير نمشي باب السويقة. زينة وعزيزة عليها. الحاجة الحلوة قبل كانوا يقدروا الفن البدوي والفن الوتري. كانت قبل معناتها يغني اسماعيل الحطاب وزينة وعزيزة، معناتها كانوا الغبابي حمادي الغبابي وعيشة ومامية وزهرة اللمبوبة وهادي الزويني وعلي الرياحي. شوفوا اللقطات شوفوا اللقطات راني جاي شوفوا يلا. كانت يا حسن كانت باب سويقها وكان جو وكانت مناظر وكان احتفال وكانت عبيد وكانت ناس للصباح ما بثماش راحة فيهم والدنيا ضاوية نهار، وكل منظر العزيز وكل خلق وكل نساء وكل عبيد وكل رجال. يا حسرة يا زمان القاوي يصبحوا حتى الصباح واللي بيعوا في السلابة والمخارق، يعني عباد كانت فما جو يعني رونق حلو ياسر. كان ترفع ما ترفع الشيء فهمت الألعاب ودراجة وشوق. من وعي التاريخ التونسي، الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية تقدم برق الليل. أك الجو العربي، أك الجو العربي، نحن فقدنا يا أخوي، تفقد. عمناي وتعديت باب سويقة فمني دموعي هابطة. علاش؟ خاطر ما عرفوش ذكريات، أنا عندي ذكريات بالكدا. كافية وفتحية خيري، هذوما اللي في الفصل يخدموا فصل من التسعة كما نقولوا احنا على الوقت السحور. هذيك مشكلة في شانتا العرض بنصيف ساعة وتخرج وتدخل ناس أخرين، هذيك في شانتا. أما نفصلي هو يبدأ تقاسي تسكرة وقطع الكرسي وقهواجي يدور بين يديك ويكون سايب البندق ونعناع وندر شنوة وصغيرة. وبكري كان السمسي والمتوي والبشقي واللوحة والمتوي يحط في التكروري وبدأ يتكيفوا بكري. هذك مفيش لعب. هي اسمع لجسمة كفي شانتا وشعبية وتلم فيها رقص الشعبي والفن الشعبي والشعبي كله شنوة. تو دخلة بمية فرنك مش كما دخلة بنص دينار بس تدخل تفتح تتفرج فيها فتحية خيري في الوقت هذاك. مش كيف كيف من 100 ل 500 فما فرق. هذاك الفرق زاد في المستوى الأخلاقي. أول ما قال لي قال يعمل بوحلة أعطيوني أقوى أقوى على الكافي شانتا. برافو. الحاجة الباهية في تونس اللي كانت تقدر الفن معناتها أنواع الفن كل كان موجود، حتى الفن الشرقي والرقص الشرقي والرقص كل شيء موجود في الكافي، كل شيء كان فما الألعاب معناتها للصغار، كل شيء موجود في الكافي شانتا. قديش دخلة؟ كانت دخلة قبل صلح لي مصفة تو كانت قبل بعشرين مليم، بعد ولات مية مليم، وبعد في العروض الكبيرة اللي تدوم ساعة 500 مليم. مصاب نرجعوا الكافي شانتا وعهد الكافي شانتا. وكان رزوقة فما كلمة معمول بها في التوانسة هاي وانت تقال وقت اللي يوفى الفصل هو بيدو ذاك السين مش تتعاود، يقول لك البراني على برا والمغروم يجدد. المغروم يجدد ونمشي معاك لوين يبيعوا فيه. شي المشكلة اللي صايرة سهلة برشا باش يتعلم ربي يفسر هنا. هو فما شركة اتصالات مانيش باش نسماها، هما ثلاثة اختاروا وين يبيعوا فيك كلمات والحان مصطفى الدلاجي 29 فيفري عام 2000 عمرها 25 سنة، يوريك اللي الغناية محلاها وضاربة ومحبوبة عند الجماهير الكل. قالوها هاي تكست وهكا من هذا وين يبيعوا فيه بخط يدك، هذيك خط ايدي وهذيك نسخة خطر الأصلية بخط ايدي تقعد عند لوتي داف. اي هذاك معناتها
فيها الطابع نتاع الطابع يعني اللي يسرقني واللي يحاول يسرقني ميت ولا حي راهو عندي ولادي تورث. نحب كل حاجه عبد الرزاق واختم. نحب نشكر سي رمزي القرواشي رئيس مدير عام للارتداف حقوق التاليف والحقوق المجاوره، وجاء الوقت زاد باش نقول شكرا سي ماهر الهمامي نقابه المهن الموسيقيه والمهن المجاوره اللي انا كنت فيها، وان شاء الله تخي بيانتو باش نرجع لها، هما اللي جابوا لي حقي مع المحاميه نتاعي انتظار السنوسي، وان شاء الله نهار الاثنين يتم كل شيء. اكيد تلقاو صلح. لا ناخذ فلوس، فماش صلح بلاش فلوس، فلوس. شنو هو؟ اكيد تلقاو صلح. حاب نقول حاجه. نحبوكم تلقاو صلح. حاجه راني لا بعت لك لا كرهبه ولا بعت لك دار ولا بعت لك كريته ولا بعت لك ثانيه. راهو هذاك مصنف ادبي. حقوقي الادبيه ناخذها والغنايه راني بعتها عام 2000 ب 250 دينار توا تكلفت برشا. قداش طالب؟ لا برشا فلوس. لا قداش قول لنا اشتا. لا مش لا قداش تقول توا نجيب لك الكونترات وقت اللي نكمل. قول لنا ابوبري. لا 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 الرقم فما ناس تعبه في الماكله ما نجمش، هذا حقي انا تعبت عليه 25 سنه اللي مثلي. تعبت عليه فاطمه ابو ساحه زيد. تعبت غنيت برك يا فاطمه كيما تليلي غنى وكيما من صعب غنى انا كتبت لحن. فهمتك ما حتى هي غنيت. انا اللي ركبت على كرابه البرتقال وجبت لهم. يا عيني على الدليج المعاناه. وانا اللي جبت وانا اللي جبت كسكروت في كتابتي ويعرفوا هم يعرفوا. هاي ناجحه تعرف وانا قبلهم الزوز هذوما انا صغير. حتى انا نعرف. انت تعرف جبت كسكروت انا بال مرقة البطاطا ولا لا ناكلوا في نص ناري ولا عندك عندك دقيقتين باش تغني لنا وين يبيعوا فيه دقيقتين دلاجين ومان هلا وينا سكفولو سكفولو هكتار ونزيدك غابة في دوز نخلتها